بعد نجاح الأسطورة حنرقص السنورة حنتكلم على الكنز يلا زيعي يا برنس هي حنتكلم على الكنز يلا زيعي يا برنس هي صوت واضح بس ما فيكم هوبا برد من دبابة قالوا لي بلاش تتغابة مسكت الأربع شيء مسكت الأربع شيء قالوا لي ناوي على إيش رفعت الأرن غزال كرتهم كده في الحال كرتهم كده في الحال رفعت الأرن غزال كرتهم كده في الحال كرتهم كده في الحال فتحت القنبلة ولا إيه والدنيا مقفلة يا لا فتحت القنبلة ولا إيه والدنيا مقفلة علي ما عملتيش مشكلة مفيش مفيش مشكلة الناس صعبت عليا ما عملتيش مشكلة هوبا في العصر العباسي هوبا هوبا اصحى لو كنت ناسي في العصر العثماني عمري ما كنت اناني في الاصل الفلعوني كل الناس حبوني قولي 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 في الاصل الفلعوني كل الناس حبوني شرحوني www.djdashvigo.com تعال عليا تعال عليا انا مش هفيا انا مش هفيا هولع فيكو قرب يلا وفي الوليه عور معايا حساب اضرب نسيب في عمل يا خراب هتك علي اجري يلا الناس دي تلف تعال يا عم انا جاي الناس دي تلف ليه يا عم صفيت صفيت وانا مالي رايح على فين خد يالا هتفك ايدك خد يالا ربنا يزيدك يلاوي هزي وزن يلاوي عالمزيك اعمل اداء سيكا سيكا يلاوي اعمل اداء سيكا سيكا عدو سيكا سيكا www.dj-vigo.com